من بعد الحرب الروسية الأوكرانية، أكتر سلعتين بيستهلكوا احتياط مصر من الدولار هما القمح والمواد البترولية، واللي أسعارهم ارتفعت بشكل غير مسبوق كواحد من تداعيات الحرب ونقص سلاسل الإمداد والتوريد. الحكومة بتحاول بكل الطرق تقلل من فاتورة استيراد القمح باعتبار مصر أكبر مستورد للحباية الصفراء في العالم كله، وأي تقليل في الفاتورة دي معناه توفير في العملة الصعبة. في الساعات الأخيرة بدأت تحصل تحركات هيكون ليها تأثير إيجابي كبير وهتحل مشكلة استيراد القمح من غير ما نحتاج للدولار ولا حتى نسحب من الاحتياط النقدي بتاعنا من العملة الأمريكية. في الفيديو ده هنقول لك إيه اللي بيحصل في الكواليس، ولكن تابع معانا للآخر. بانكير، نبض البنوك. وزارة التموين بتعمل اتصالات ومساعي كبيرة جداً مع وزارة الخارجية المصرية للوصول إلى اتفاق مع روسيا لإجراء التعاملات التجارية بين البلدين بالعملة المحلية، يعني مصر تستورد الحاجة اللي عاوزاها من روسيا وتسدد بالروبل، وروسيا تاخد أي حاجة من مصر وتسددها بالجنيه المصري. واقترحت وزارة التموين على المسؤولين في وزارة الخارجية فتح خطوط تفاوض مع الروس للوصول إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن. طبعاً اتفاق زي ده هيحل مشكلة كبيرة جداً بتعاني منها مصر بسبب أزمة شح العملة، واتفاق زي ده هياخد شوية وقت لأنه محتاج توافقات دولية بين البنوك المركزية في البلدين، ودي إجراءات لو حصل الاتفاق هتخلص على طول. أهمية اتفاق من النوع ده إن روسيا هي أكبر دولة مصر بتستورد منها القمح وبكميات كبيرة جداً، وتقريبا مصر بتعتمد في 80% من احتياجاتها من القمح على روسيا، ومن الممكن إبرام صفقات متكافئة ذات شروط ومزايا تنافسية، وده زي ما قلنا لحضراتكم هيوفر مليارات الدولارات، وبكده هتكون وفرت عملة صعبة وكمان اشتريت احتياجاتك بسعر أقل لأن سعر الروبل الروسي أقل بكتير من الدولار. في الساعات الأخيرة أعلنت روسيا انسحابها من اتفاق الحبوب، ورغم أن التصريحات الرسمية أن الانسحاب ده تأثيره مش هيبان على المدى القريب، لكن بكل تأكيد هيبقى فيه تأثير وتأثر قوي على حجم وارداتنا من القمح الروسي. كنت معاكم من بنكير، أنا عبد المنعم إبراهيم، وإلى اللقاء. بنكير، نبض البنوك.